في شأن آخر، يعتزم الاتحاد الأوروبي مضاعفة الرسوم التي يمكن فرضها على السلع الأمريكية إلى 35 مليار يورو إذا قرر الرئيس الأمريكي فرض رسوم على واردات بلاده من السيارات ومكوناتها الأوروبية. في الوقت نفسه شددت مفوضة التجارة الأوروبية على أنها تعتزم رفض أي مطالب أمريكية للحد من صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات ومكوناتها إلى السوق الأمريكية بدعوى أن هذه الصادرات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. للمزيد ينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة البلجيكية بروكسل السيد محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الأوروبية. سيد محمد، أرحب بك على إكسترا نيوز. ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد ربما في سياسته، في فلسفته ربما في التجارة الدولية، على يعني إعادة صيغة يعني صياغة هذه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبين الدول الكبرى، وسواء كانت في أمريكا الشمالية أو حتى في الصين، وهذه المرة مع الاتحاد الأوروبي. هل يصل الطرفان إلى نقطة وسط، إلى حل وسط في الخلافات أو بذرة الخلافات القائمة حاليا؟ الأسلوب الذي يتبعه الرئيس الأمريكي ترامب، أعتقد أن المسؤولون الأوروبيون اعتادوا على هذا الأسلوب، فبالتالي العلاقات ستستمر كما هي عليه. هذا الأمر ليس بجديد. العام الماضي الرئيس ترامب عندما تحدث وعندما فرض ضرائب على صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية من الحديد والألومنيوم وغيره، قال وهدد بأنه سيفرض نفس الضرائب على استيرادات الولايات المتحدة الأمريكية من السيارات وربما مواد أخرى. ولكن نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي أيضا كما فعلت الصين، عندما يفرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الطرف الآخر وفي هذه الحالة الاتحاد الأوروبي يقوم بتقييم الخسائر الناجمة عن هذه الجمارك ويفرض جمارك على مستورداته من الولايات المتحدة الأمريكية بكميات وبمبالغ شبيهة مثلا الخسائر. فبالتالي يعني هذا الأسلوب في التعامل ربما يستمر ما دام الرئيس الأمريكي ترامب يستمر في التصرف بهذا الأسلوب مع الشركاء، سواء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، عفوا الصين وغيرها. وسنرى طبعا ماذا سيجري خلال الأسابيع القادمة بهذا الخصوص. نعم، عندما يقول الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم مضاعفة الرسوم التي يمكن فرضها على السلع الأمريكية لتصل إلى 35 مليار يورو إذا ما قرر ترامب فرض رسوم على واردات بلاده من السيارات ومكوناتها الأوروبية، هل بهذا التهديد من الممكن أو هل من الممكن أن يعمل هذا التهديد على أن يراجع ترامب من خططه بشأن هذا القرار؟ قد يحمل هذا التهديد الرئيس ترامب للتفكير. يعني كما ذكرت، الرئيس ترامب يفرض جمارك على مستوردات الولايات المتحدة الأمريكية من دول أخرى، وتقوم تلك الدول بدورها بتقييم الخسائر الناجمة عن هذه الجمارك وتفرض جمارك مماثلة على المستوردات الأمريكية. فأعتقد في النهاية يعني قد يقتنع الرئيس الأمريكي ترامب بأن هذه اللعبة وهذا الأسلوب في التعامل مع الدول الأخرى لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. الخسائر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستبقى كما هي، إذا صح التعبير، إذا سمينا فرض الجمارك مثابة خسائر، يعني ستكون هناك تساوي في المبالغ التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على البضائع الأوروبية، وبدورهم الأوروبيون أو الصينيون وغيرهم يفرض نفس الجمارك. هل يمكن اعتبار هذه القيود التي يفرضها الرئيس او الرسوم التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع سواء من الاتحاد الاوروبي او امريكا الشماليه او الصين او غيرها من الدول الاقتصاديه الكبرى والمناطق الاقتصاديه الكبرى، هل يمكن اعتبارها قيودا على حريه التجاره التي تتبناها منظمه التجاره العالميه؟ طبعا هذه مخالفه لبنود والقوانين المتبعه داخل منظمه التجاره العالميه. فبالتالي هو لا يتقيد الآن
الكثير، ليس فقط بما ينص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وإنما أيضا الكثير من الاتفاقيات يتنص الرئيس الأمريكي من تطبيقها، وهذا يؤدي إلى التوتر على الساحة الدولية الذي نعيشه الآن. رأينا ذلك أيضا فيما يتعلق بإيران، الاتفاق النووي مع إيران، رأينا أيضا مواقفه فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والقدس كعاصمة لإسرائيل إلى آخره، فهذا يؤدي إلى نوع من الفوضى داخل على المستوى الدولي. أخيرا أستاذ محمد، هل يمكن أن ما يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة صياغة اتفاقية بلاده، اتفاقية تجارية لبلاده مع دول أمريكا الشمالية، أنها ناجحة، وبالتالي هو يريد تكرار مثل هكذا اتفاقيات سواء مع الاتحاد الأوروبي أو الصين؟ الاتحاد الأوروبي والصين يعني لديهم خبرة كبيرة في الاتفاقيات، ولا يمكن مقارنتهم مع الدول الأخرى. الصين قوة اقتصادية كبيرة، الاتحاد الأوروبي أيضا، فبالتالي وطبعا الاتحاد الأوروبي بالإضافة للمؤسسات الأوروبية هناك 28 دولة حاليا، فبالتالي كل دولة وكل طرف يدافع عن مصالحه، ولا أعتقد أنه سينجح في فرض ما يريده على الصين وعلى دول الاتحاد الأوروبي. نعم، السيد محمد ربيع بركات، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا على إكسترا نيوز، حدثتنا عما يتعلق بهذه العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة، شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الجولة، من الآن مستمرون معكم في تغطيتنا الإخبارية على رأس الساعة، ألتقيكم في نشرة إخبارية مفصلة، إلى اللقاء.